السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم طرق تكاثر الجراثيم. الجراثيم كثيرة ومتنوعة، قمنا بتصنيفها في فيديو سابق، أشرنا على أنها بطبيعة الحال تصنف في مجموعات، المجموعة الأولى الحيوانات الأولية، المجموعة الثانية البكتيريات، ثم المجموعة الثالثة الحمات، بالإضافة إلى مجموعة نباتات المجهرية بما فيها بطبيعة الحال الفطريات المجهرية، العفان ثم الخميرات. إذن هذه الجراثيم تتكاثر بطرق مختلفة. بالنسبة لتكاثر البكتيريات أو طريقة تكاثر البكتيريات وكذلك الحيوانات الأولية مثل الباراميسيوم، لاحظوا معي، تتكاثر عن طريق الانقسامات بطبيعة الحال عندما تجد الظروف الملائمة، وأقصد بذلك بطبيعة الحال المحلول المحيط بالإضافة إلى درجة حرارة ملائمة. إذن يتضاعف عددها خلال كل انقسام، وخلال بضع ساعات بطبيعة الحال نحصل على عدد كبير من هذه البكتيريات. فيما يخص طريقة تكاثر الخميرات، إذا كذلك الخميرة عندما تجد الظروف الملائمة، الحرارة، مواد تغذيتية، لاحظوا معي بطبيعة الحال يظهر على مستواها أو تظهر برعم، هذا البرعم سرعان ما ينمو كما نلاحظ ثم ينفصل عن الخميرة ليعطينا خميرات جديدة. نتكلم في هذه الحالة فيما يخص طريقة التكاثر عن طريقة التبرعم. فيما يخص الفيروسات جميع الفيروسات تعتبر ممرضة، فرغم توفر ظروف ملائمة، أقصد بذلك وسط محيط، أقصد بذلك محلول محيط بطبيعة الحال ودرجة حرارة، فإن الفيروسات لن تتكاثر. لماذا؟ لأنها بمثابة طفيليات ولا يمكنها التكاثر إلا داخل خلية حية. لنلاحظ فعلا تتسرب هذه الفيروسات داخل الخلية ثم تستعمل نواة هذه الخلية للتكاثر فعلا، فنجد بداخل هذه الخلية عدد كبير من هذه الحمات. ما هو مصير هذه الخلية؟ بطبيعة الحال سوف تنفجر هذه الخلية لتحرر لنا عدد كبير من الحمات، وكل حمة سوف تغزو بدورها خلية حية أخرى. لذلك كما أشرت جميع أنواع الحمات تعتبر ممرضة، أي تسبب لنا أمراض بما أنها تؤدي إلى تدمير الخلايا الحية. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.